مصطلح التضليل الإعلامي. مصطلح تداوله الإعلام السوري والسوريون كثيراً منذ بداية الأحداث في سوريا، وكان التعريف الخاص به يصاغ بأساليب تعددت مع تعدد الأساليب التي كانت تتبعها بعض الأجهزة الإعلامية الأكثر رواجاً في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي. من السوريين من قال إن تعريف التضليل الإعلامي هو عبارة عن تسمية الأشياء والوقائع بغير مسمياتها ثم التسويق المبرمج للأسماء الجديدة حتى تصبح أمراً واقعاً معتمداً. ومنهم من قال إنه يعني تضخيم أحداث معينة وتكبير حجمها وتأثيرها عشرات المرات والاستمرار في ذلك حتى يصبح التهويل واقعاً. ومنهم من قال إن مصطلح التضليل الإعلامي يعني تشويه صورة الجهة التي يراد للرأي العام أن يراها العدو الأول والأخطر وإن كانت أقرب المقربين وأكثرهم ولاءً، وتلميع صورة الطرف الذي يراد للرأي العام أن يراه قريباً محبباً صديقاً مساعداً عطوفاً وإن كان في الواقع أعدى الأعداء وأكثرهم كرهاً وحقداً. أغلب السوريين يرون أن مصطلح التضليل الإعلامي يجمع بين كل الحالات السابقة بحيث يتم استخدام كل وسيلة من الوسائل عند الحاجة إليها وعندما يسمح الحال باللجوء إليها. بتاريخ 12 من أيار 2013 تحدثت محطة إخبارية عربية في أحد تقاريرها أن المعارضة المسلحة تحاصر السجن المركزي في حلب وتحاول اقتحام مشفى الكندي العسكري. كما قالت المحطة الإخبارية في صياغة خبرها عن الموضوع وكذلك في صياغة خبرها المكتوب أسفل الشاشة. بالإضافة إلى حصار السجن المركزي ومستشفى الكندي العسكري. مزيد من التفاصيل في تقرير مراد. أن تحاصر معتقلاً فيه رجال سجنوا ظلماً من أصحاب فكر وعلم أو مناضلين في سبيل آرائهم ومعتقداتهم، أو أن يهاجم فلسطينيون مثلاً سجناً عائداً للاحتلال الإسرائيلي وقد احتجز فيه حرية كل من رفع صوته في وجه محتل الأرض، وذلك بهدف تحرير المناضلين ضد الاحتلال، فإن ذلك قد يجد تبريراً إنسانياً أو على الأقل، فإن من ينقل خبر مهاجمة المعتقل لا يجد سبباً لكي يسأل لماذا يهاجم السجن ولماذا يراد تحرير من بداخله، لأن السعي إلى ذلك بديهي. ولكن أن تجرى مقابلة مع من يقود عملية يسميها بعملية حصار سجن مركزي فيه خارجون عن القانون قد دخلوا السجن قبل الأحداث في سوريا كلها، ومنهم من قتل ومنهم من سرق أو اغتصب أو غير ذلك، ثم يقول من سمي بالقائد الميداني إنه ينوي اقتحام السجن وما سماه تحريراً له وإطلاق جميع السجناء الذين بداخله، فهذا قد يحتاج وقفة. إن شاء الله قريباً، قريب العاجل يعني، إن شاء الله نحرر كافة السجناء اللي جوا. إن شاء الله، إن شاء الله سوف يخرج من السجن كل من حكم قضائياً بجرم قتل أو سرقة أو اغتصاب، ثم لا تجد المحطة من داع لمناقشة سبب أو تداعيات إطلاق سراح 7000 سجين وفق المحطة، وكلهم رجال سوف يجدون أول واجباتهم حمل السلاح في صفوف المعارضة المسلحة من باب العرفان بالجميل على الأقل، والمحطة لم تجد واجباً إعلامياً يدفعها لمناقشة ذلك. هذا عن السجن، فماذا عن مشفى الكندي الذي وصف بالعسكري مرة في خبر ومرة بشكل مكتوب؟ بالإضافة إلى حصار السجن المركزي ومستشفى الكندي العسكري. مزيد من قالت المحطة إن المشفى المحاصر من قبل المعارضة المسلحة هو مشفى عسكري، وفي ذلك تبرير طبعا لمهاجمته وحصاره ومحاولة اقتحام المعارضة المسلحة له. ولكن ماذا إن تبين لدى السؤال عن حقيقة المشفى أنه ليس عسكريا، بل هو في الواقع مشفى مدني تابع لوزارة التعليم العالي؟ وهذه لقطة لاسم المشفى فوق بوابته الرئيسة، وهذه أخرى للمشفى من الداخل تظهر جولة في توسيع أنجز قبل بداية الأحداث في سوريا بشهر ونصف
بلغت كلفته 411 مليون ليرة سورية، أي إن الهدف ليس صحياً فقط بل هو تعليمي أيضاً، وهو ما حولته المحطة الإخبارية العربية إلى هدف عسكري. وفي ذلك يرى مراقبون محاولة لتبرير الهجوم على المشفى دون سؤال عن مصلحة المحطة بذلك، إلا أن التنظيمات المسلحة للمعارضة بات لها ناطق رسمي باسمها.